السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ دي رسالة النهاردة ليكم، بس انا حبيت انزل لكم فيديو لتنوير الوجه والتشوهات قبلها علشان اقدر افيدكم بالحاجات النورانية والحاجات اللي هي بتضيع اثار تشوهات الحسد والعين. رسالة النهاردة ان شاء الله بتقول لكم ايه. الملاك بيقول لك خليك متفائل اليوم، لان البشرة في الطريق، البشرة خلاص جايه لك في طريقها. يا ريت تتفائل وتبعد عن السلبيات اللي انت حاططها في دماغك. اليوم باذن الله جايه لك بشرة سارة بفضل الله. باذن الله انتظر البشرة من الله وملائكته. كن على اتم الاستعداد اليوم او الايام القادمة، يعني إذا ما كانتش النهاردة هتكون بكرة، هي في الأيام القليلة القادمة بفضل الله. خليك متفائل وتباشر بالخير. كمان هنا في رسالة لناس بتسعى لشيء من فترة كبيرة، والسعي ده هيجيب وهيحقق نتيجة بإذن الله. أنت بتزرع شيء وهتلاقي حصاده قريب جدا. خليك دايما ماشي زي ما أنت، لأن سعيك ده هيجيب لك الخير كله لغاية عندك بإذن الله. هدفك على وشك أن يتحقق بإذن الله. سعيك في الموضوع اللي أنت ماشي فيه، إذا كان زواج أو خطوبة أو طريق روحاني أو طريق رزق أو عمل، السعي اللي أنت بتسعى ده سعي خير، وإن شاء الله هيحقق نتيجة معك. عايزة بس أقول لكم على حاجة يا حبيب، عشان في ناس كتير في القناة بتفضل تكتب في التعليقات ان دايما يعني نصايحك مكررة ودايما حاجاتك مكررة. والله هي الرسالة بتجيني كده، حتى لو اتكررت 1000 مرة نفس النصيحة ونفس الطريقة هقولها لكم زي ما جاتني. انا مش هألف علشان ارضيكم، مش هقعد ألف رسالة من دماغي، زي ما بتجيني بقررها. اتكررت معايا على الصلاة بفيدكم وبقول لكم محدش يقطع الصلاة، اتكررت معايا على الزكاة وعلى التسبيح وعلى الأوراد بقول لكم زي ما بتيجي. أنا مش هقعد ألف رسائل علشان ناس عايزة تبقى مرضية في القناة وتقول لي أنت بتكرري المواضيع. والله هي دي رسائلكم وأنا ما أقدرش أغير فيها، زي ما الملاك بيجيبها زي ما بحطها لكم وربنا اللي عالم. في هنا كمان يا حبيبي رسالة لناس بتعاني من سحر أو طاقات سلبية، وهنا الملاك بيبشرك إنك ماشي صح وكمل زي ما أنت في طريقك، لأنك ماشي في الطريق الصحيح والحاجات دي خلاص على وشك إنها تنتهي من حياتك وتنفك بإذن الله. كمل لأنك ماشي في الطريق الصحيح. كن على أتم الاستعداد والاتصال بالخالق، لأن كل اللي أنت بتعمله ده نتيجة لأنك بتعمل بتقرأ آيات للسحر أو بتقرأ حاجات تفك الأسحار والحسد، وده أفضل شيء أنت بتعمله. علشان كده أنت متصل بالله، متصل بمصدر الكون كله اللي هيساعدك في كل شيء إن شاء الله. فاعلم إن حاجاتك اللي أنت ماشي فيها دلوقتي هتبقى طريقك للشفاء بإذن الله. كمل وما تقلقش، لان شفائك بايدك انت وبفضل ذكر الله، لان ربنا بيبلغك انك عندك طاقة شفاء عالية، بس اللي كان منعك من ده هو الطاقات السلبية اللي عندك اللي موقفة طاقة الشفاء عندك، مع انك تقدر تشيل ده عن نفسك وتقدر تشيله عن الاخرين. انت ممكن تكون معالج في حياتك الجاية ان شاء الله، واعلم ان دي رسالة قوية من الملاك بتبلغك انت ايه هي قواتك الروحانية او ايه هي قدراتك الروحانية، علشان تقدر بعد كده تفيد بيها الناس. في هنا كمان يا حبيبي رسالة لناس ليها خطوبة قريبا على العام الجديد، في خطوبة هتتم، في زواج هيتم، في كمان طاقات سلبية هتختفي من بعض الناس، في كمان هنا سفر لناس طلب السفر من فترة وبتسعى اليه، والسفر ده هيكون لبلاد غريبة، يعني مش بلاد عربية، تكون بلاد أوروبية أو بلاد من اللي هي خارج الحدود العربية. إن شاء الله السفر ده هيكون إيجابي ليكم،
بس خليكم عندكم أمل في الله ويقين، واعملوا تأمل إن الشيء ده وصل وإن السفر هيتم بإذن الله. التأمل هيجذب لك الشيء اللي أنت بتفكر فيه، لأن زي ما قلت لكم في أول الفيديو أنت زي المغناطيس من النوع اللي بتجذب الشيء اللي أنت بتفكر فيه بقوة عالية جدا، عندك قوة جذب رهيبة. علشان تبقى عارف اعمل التأمل ده يوميا، لأنك كل ما بتفكر في شيء بتجذبه لحياتك بدون ما تشعر، شبه المغناطيس كده بالظبط، لما بتفكر في الشيء بيتجذب ليك لوحده، لأن عندك قوة جذب، ودي هبة ربانية كمان من الله لازم تشكر عليها ربنا وتحمد ربنا أناء الليل وأطراف النهار، لأنك ممكن تقدر تجذب كل شيء بتحبه ليك بدون ما تشعر. ودي برضو فيها تحذير ليك، لأنك ممكن تجذب الطاقة السلبية لنفسك من غير ما تحس، يعني ما تفكرش في شيء ممكن يحصل لأنك هتجذبه. خليك دايما متفائل ومتباشر بالخير، لأن إن شاء الله الخير في طريقك ومستقبلك هو النجاح، في تقدم في العمل واضح بإذن الله، خلاص قرب هدفك على التحقيق. انت بإذن الله في هنا ناس هتترقى في عملها، في ناس عندها بعض خمول شوية، وحتى في قراءة القرآن بيجي لها زي خمول أو نوم أو توبان. يا جماعة الموضوع ده أنا اتكلمت فيه، إن اللي بيجيله الخمول الجامد ده وقت النوم، وقت قراءة القرآن أو الأوراد أو كسل حتى عموما في ترتيب البيت أو تنظيفه أو في شغله، اعلموا إن كنت أنتم مكتسبين طاقة سلبية من الخارج، يعني في حد نظركم بعين، إداكم كده حسد قوي هو اللي مأثر عليكم التأثير السلبي ده في الكسل والخمول. قلت لكم الحسد بيأثر عن طريق الشيطان الموكل بالعين، هو ممكن يكون حسدك في صحتك فانت مش قادر تعمل حاجة، حسدك في دماغك فانت مش قادر تركز حتى في قراءة القرآن او في الصلاة او في الاوراد اللي انت بتعملها، ممكن حسدك في عملك ففي كسل وخمول باستمرار، والتوبان ده بيبقى شيطان موكل بعين او بسحر او بحسد، فانت كده مكتسب طاقة سلبية. وقلت لكم ايه التحصينات اللي بتضيع الطاقات السلبية كذا مرة، دايما خلي في فمكم آية الكرسي 7 مرات صباحا و7 مرات مساء، ودايما فسيكفيكهم الله، فهي بإذن الله تكفيك من كل شيطان مارد ومن شر البشر إنس أو جن على الأرض بإذن الله. دايما خليها بعد كل صلاة لو هتلف بها السبحة 100 مرة، ومحدش يقول لي أنت نصايحك مكررة، هي رسائلكم كده وأنا بجيب لكم الحاجة اللي تفتكم لو عندكم طاقة سلبية، فأنا مش بقرر رسائلي أو بقرر نصايحي، هي دي حبايبي رسائلكم وربنا اللي عالم، أنا بنزلها لكم زي ما هي. لو أنتوا عاوزين حد تاني يقول لكم الحاجات بتاعت أوراق التاروت أو مثلا يضحك عليكم بأشياء مثلا تانية براحتكم، أنا بقول اللي ربنا موكلني بيه ومش هقدر أقول أكتر من كده، اللي بيجيني بقوله. اتكررت عليك الرسالة في رسالة واثنين وثلاثة برضو هي ليك، لازم تعمل بيها، لكن انا ما بكررش رسائل وما بكررش النصايح، دي بتتكرر علشان انتم محتاجين لها في فك شيء عندكم او في تقدم بإذن الله، وانا باخد ثواب واجر لما بقول لكم على الشيء اللي يقدر يساعدكم في حياتكم الزوجية او آية قرآنية بتعدل حياتكم، دي حاجات الواحد بياخد عليها أجر وثواب، وإنتوا كمان بتستفيدوا منها لأنها بتعدل الحياة الزوجية بشكل عام وبتعدل حياتكم بإذن الله. طبعا يا حبيب قلبي أنا إن شاء الله هنزل لكم الفترة الجاية أحلام بتدل على من يراها هو ذو حظ عظيم بإذن الله، هنزلها قريبا على قناتي التانية رسائل الكون ويقين القلب، انتظروني بإذن الله في الفيديو الجاي على القناة التانية، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.